بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الطلحة هي أم الطلح في شعيب ودرمة عند مركز البعايث، ومنها وببذورها انتشر الكثير من الطلح هنا. وهذا ما ذكر لي العم والشاعر الراوي الشعبي عيسى بن بخيت السليمي، وله قصة مع بداية أو بدايات تبنيه لهذه الطلحة. كيف كانت بدايتها يا أبو؟ الحمد لله، والله الطلحة هذه يمكن لها 30 سنة. نعم، عرفتي، لها 30 سنة. نعم، كانت الوحيدة، لكن هي كانت نابتة قبل 30. أي الله الله. إيه نعم، نابتة قبل 30. نعم، وكانت وحيدة بالوادي هذه. نعم، لأنها مرتفعة عن البل. إيه نعم. بعدين في وقتها جينا وحلنا مزرعة، ترى ما كنا شبكناها، شبكت هذا حطيت لها شبك. الله، لا شبك من برا، يمكن كيلو في 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 كيلو. اي نعم، حطينا على شبك وانتشر الطلح هذا منها. نعم، انتشر هذا الطلح اللي امامنا. هذا صغير، كلها اصغر منها. الله الله. نعم، والطلح ينتشر ويطلع، ولكن له عدو، وعدوه البل. اي نعم، هذه الان تحسك في الجهه الشرقيه منها الطلح. نعم، وتحسك حسك البل. ايه؟ ما فيه يعني طلح، تحسك يعني تقص قص، تقص قص. ايه؟ ما يطلع نامي وفيه باعر. نعم، هذه شوف من شبكناها. ايه؟ من 20 سنة. شوف الحين غادي غابة ما شاء الله تبارك الله، ظل بسيارتك ولا تكشت فيها ولا تجي فيها. نعم، بالمسائل من أحسن شيء. ايه؟ هذه المشبوكة. ايه نعم، والطلح الشبان، الطلح من النشاش وفوق. هذه أول كانت غنية، ما طلعها مظل مره. وعقب قلب احتدت عليهم، جت الوقوت اكلتها كلها، ردت هرد. نعم، وهذه الحمد لله زي ما تشوفون. نعم، وهنا يعني نقول كلمه عندنا عند الشياب اللي شافوا الشيء الطيب، بالذات الذريه، يقولون الله يصلح ما عطى. فنسال الله ان يصلح ذريه هذه الشجره المباركه ويحفظها بجهودكم.